سلام الله عليكم، مرحبا بمتتبعي قناة الحميدي. إذا إن شاء الله من خلال هذه الحلقة غادي نتعرفوا جميع على المقارنة بين أسئلة النص النظري وأسئلة النص التطبيقي، لأن مازال إلى حدود الآن عدد منكم ما كيعرفش كيفاش يفرق بين الأسئلة ديال النص النظري والأسئلة ديال النص التطبيقي، وكيطرح يعني واحد المجموعة من التساؤلات من ضمنها واش الاسئله مثلا اللي كتعطانا في النص النظري ديال اتجاه احياء النموذج هي نفس الاسئله ديال مثلا تكسير البنيه وتجديد الرؤيه، طبعا دائما في اطار النص النظري. هادشي ان شاء الله غادي نتعرفوا عليه جميع، فقط يعني الى ركزتوا معايا غادي تفهموا هاد المسائل كلها. اذا النص النظري كل دروس المقرر، اش كنقصد بهاد كل دروس المقرر؟ جميع الدروس اللي نتوما غادي تمتحنوا فيها، سواء احياء النموذج او سؤال الذات او تكسير البنيه او تجديد الرؤيه او القصه او المسرحيه او المنهج الاجتماعي او المنهج البنيوي، كلهم على مستوى النص النظري الاسئله ديالهم تتشابه. هنا جبت لكم واحد جوج يعني نماذج ديال الامتحانات، فقط يعني اكتفيت بالاسئله لانك تهمني انا الاسئله، وغادي نديروا المقارنه بيناتهم وغادي تعرفوا فين كاين الاختلاف وفين ما كاينش يعني وفين كاين التشابه. اذا شوفوا معايا هذا السؤال الاول لي طبعا النص النظري، تأطير النص داخل سياقه الثقافي والادبي دائما، شوف مقارنه مع نص اخر، وضع النص في اطاره الادبي، فقط يعني اللي كيختلفوا لنا هذه المصطلحات. هنايا يمكنهم انهم يقول لكم تأطير النص داخل سياقه الثقافي والادبي مع صياغه فرضيه لقراءته، هنا في الاول. اذا هنايا خصكم تكتبوا مقدمه وتعطيوا الفرضيه، الفرضيه كنبنيو عليها واحد المجموعه من المؤشرات بناء على العنوان، بناء على شكل القصيده، بناء على البدايه والنهايه، عاد كنعطيوا الفرضيه. هنا في هاد جوج امتحانات ما عطاوهمش الفرضيه، اذا فانتم ما مطالبينش انكم تخرجوا الفرضيه، وحتى يعني اللي بغى يخرج الفرضيه فلا باس في ذلك، يعني هذا راه ماشي خطا. ندوز للسؤال الثاني، تحديد القضية المركزية التي يطرحها النص وإبراز عناصرها الأساسية، تحديد القضية التي يطرحها النص وإبراز عناصرها الأساسية، يعني الفكرة العامة ثم الأفكار الجزئية أو الأفكار الأساسية. هنا شوفوا نفس التشابه. ندوز للسؤال الثالث، هنا كاين يعني جوج ديال الاحتمالات، احتمال ديال أنهم يعطيوكم القولة ويقولوا لك القولة طبعا من النص ويقول لك توسع فيها أو أعطي الرأي ديالك أنت كما عطاونا في هذا السؤال هذا، او لا بامكانهم انهم يقولوا لك يعني كما مثلا هنا قال لك ابراز مظاهر التطور في حركه الشعر الحر كما وردت في النص، يقول لك استخرج شي حاجه من النص كما وردت في النص، يعني كما جات في هذا النص هذا. طبعا اذا هذا هو الاختلاف، يا يعني اما يعطيكم قوله ويحللها او لا يعطيك استخرج من النص يعني شي حاجه كاينه في النص. ندوز للسؤال الرابع، بيان الطريقة التي اعتمدها الكاتب في بناء النص، ها هي حتى هنايا بيان الطريقة المعتمدة في بناء النص، هنا وتحديد الأساليب الموظفة في عرض القضية المطروحة وتحديد الأساليب الموظفة في عرض القضية التي يطرحها، نفس الشيء. يعني شوف يعني هذه الأسئلة ديال النص النظري اللي غتلقى في إحياء النموذج نفسها اللي غتلقى في القصة، نفسها اللي غتلقى في تكسير البنية، نفسها اللي غتلقى في المنهج الاجتماعي، نفسها اللي غتلقى في المنهج البنيوي، نفس الشيء على مستوى النص النظري. إذا هنا نستنتج على أن المنهجية ديال النص النظري هي منهجية واحدة لجميع الاتجاهات. شوفوا السؤال الأخير، تركيب خلاصة توضح فيها مدى إسهام الشعراء، هنا تركيب خلاصة لنتائج التحليل على حسب يعني شنو عطاكم في ذاك النص، مفهوم؟ إذا نفس المنهجية التحليلية لجميع الاتجاهات على مستوى النص النظري. دابا غادي ندوز الى النص التطبيقي. النص التطبيقي انتم غتشوفوا معايا هنايا فقط انا اكتفيت بالاسئله ديال احياء النموذج وديال سؤال الذات وديال تكسير البنيه وديال تجديد الرؤيه، لان يعني المنهجيه ديال النص التطبيقي فهي كتختلف، فقط يعني فاش كتشابه في هاد الاتجاهات، حيت في احياء النموذج وفي سؤال الذات وفي تكسير البنيه وتجديد الرؤيه، وهذا الشيء اللي غادي تشوفوا هاد التشابه هذا في هذه الاتجاهات اللي وريتكم دابا. اما القصه والمنهج يعني المنهج البنيه والمنهج الاجتماعي والمسرحيه فهذاك عندهم منهجيه بوحدها. ان شاء الله الا بغيتو ندير لكم حتى هذه المقارنه بين هذوك الاتجاهات فخليوها لي في التعليق وان شاء الله غندير لكم المقارنه.
إذا شوفوا معايا السؤال الأول، تأطير النص ضمن سياقه الثقافي والأدبي وصياغات فردية لقراءته. ها هو شوفوا عاوتاني المقارنة في هذا الامتحان هذا، وضع النص في إطاره الثقافي والأدبي، شنو هنا؟ هنا غير قالوا لنا صياغات فردية لقراءته، هنا ما قالوا ليش صياغات فردية لقراءته، هذا هو الاختلاف اللي كاين. هنايا السؤال الثاني، تكثيف المعاني الواردة في النص، تكثيف المعاني الواردة في النص، نفس الشيء. يعني الأفكار الأساسية. هنا تحديد تحديد الحقول الدلالية المهمة في النص والمعجم المرتبط بها وإبراز العلاقة القائمة بينتها، تحديد الحقول الدلالية المهمة في النص والمعجم المرتبط بها وإبراز العلاقة القائمة بينهما. نفس السؤال، تحديد الحقول المعجمية، أي واش حق الطبيعة، حق الموت، حق الطب، حق الفلاحة، وشنو هما المصطلحات اللي كدل على هذا على هذا على هذا المعجم هذا. نعطيكم مثلا نموذج معجم، مثلا الطب، شنو هما المصطلحات اللي المعجم المرتبط بعيني بهذا الحق هذا. هو ما كنقولوا المقص، كنقولوا الممرض، كنقولوا العمليه، كنقولوا يعني هادو هما، هذا هو اللي كنقصدوا بالمعجم المرتبط بهاد الحقول هذه. ثم العلاقه القائمه يعني بين هاد الحقول هذه، واش علاقه تضاد ولا علاقه تكامل ولا علاقه، يعني فاش كتجلى هاد العلاقه هذه. اذا هنا ندوز للسؤال الموالي، رصد الخصائص الفنيه للنصي. ها هي رصد الخصائص الفنيه للنصي بالتركيز على، هنا شنو قالوا لينا، شنو هما الخصائص الفنيه اللي كنعرفوا حنا؟ عندنا في الخصائص الفنيه عندنا البنيه الايقاعيه، فيها الايقاع الخارجي والايقاع الداخلي، وعندنا الصور الشعريه، وعندنا الاساليب. هنا شنو قالوا لنا في هذا السؤال؟ قالوا لنا سيدي غنخرجوا الخصائص الفنيه ولكن غنركزوا غير على البنيه الايقاعيه وعلى الصور الشعريه، يعني الاساليب ما غاديش نديروها. مع تحديد الوظائفهما، راه غتلقاو في القناه ديالي اننا حددت لكم الوظائف ديال كل اتجاه، كل يعني كل هاد الخصائص الفنيه هذه. هنا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا في هذا السؤال رصد الخصائص الفنيه للنصي وتحديد وظائفها، يعني شنو نطلب منا هنايا؟ نعطيو الخصائص الفنيه نجبدوها كامله، شنو هي؟ ديال البنيه الايقاعيه، وديال الصور الشعريه، وديال وديال الاساليب. تماما. في الاخير عطاونا طبعا وغنحددوا الوظائف ديالها. وفي الاخير عطاونا تركيب نتائج التحليل، حتى هنا عطاونا خلاصه عامه، لهذه الخلاصه كتكون عليها يعني اربعه النقاط. هنا قالوا تركيب نتائج التحليل لبيان اثر تكسير البنيه تكسير بنيه القصيده العربيه في تطور الشعر الحديث. وهنا يعطونا صياغه خلاصه تستمر فيها نتائج التحليل لبيان مدى تمثيل النص لتجربه احياء النموذج. عندنا اتجاه احياء النموذج. اذا على مستوى يعني تشابه الاسئله يعني تشابه تام ديال في اي اتجاه، اتجاه هي ان مدرس سؤال ذات تكسير البنيه وتجديد الرؤيه على مستوى النص التطبيقي. اخوان الى كان شي تساؤل خليه لي في التعليق، واضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.